عباقرة الجامعات الموسم الخامس ومباراة قوية في المجموعة الثانية، وجامعة النيل متقدمة 130 جامعة النيل، جامعة القاهرة 110. ودلوقتي مع الفقرة الأخيرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال عبد الرحمن غلاب، جامعة النيل، وهنشوف عجلة الحظ والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. السؤال الأول رياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة رياضة. والسؤال هو: لاعب روسي هو الوحيد الذي سجل 5 أهداف بمباراة واحدة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم حتى عام 2021، فمن هو؟ أوليك سالينكو. أوليك سالينكو كسبوا الكاميرون 6-1 في دور المجموعات، وكان حصل على هداف البطولة، كان هداف البطولة بستة أهداف. يوسف عادل إجابة صحيحة، مع إن روسيا خرجت من الدور الأول. 20 نقطة. 150 جامعة النيل، 110 جامعة القاهرة. السؤال الثاني سما علاء، سما علاء والسؤال الثاني لجامعة القاهرة، وحنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا سما. سويتش في الحالة دي جامعة النيل هتختار موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في ايه؟ رياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة رياضة. والسؤال هو: من هو أول مدرب برازيلي يفوز ببطولة كأس أمم أسيا لكرة القدم مرتين مع منتخبين مختلفين؟ وجيه إجابتك. كارلوس ألبرتو بيريرا. كارلوس ألبرتو بيريرا، مرة مع الكويت 1980 ومرة مع السعودية 1988. برافو عليك يا وجيه، طبعا إجابة صحيحة. 130 جامعة القاهرة، 150 جامعة النيل. السؤال الثالث زهراء محمد، والسؤال الثالث لجامعة النيل. سويتش، يا نهار أبيض يا زهراء، سنة كمان وكان هيبقى جوكر. سويتش في الحالة دي جامعة القاهرة هتختار موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في ايه؟ علم. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. علم. والسؤال هو: جغرافيا، ما هي الدولة التي بها أكبر عدد من الجزر في قارة إفريقيا؟ 354 جزيرة. 7 ثواني. لو إجابتك صح يا مصطفى تصدرت المجموعة الثانية إن شاء الله. إجابتك سيشل. سيشل إجابة خاطئة، مش سيشل. أخد إجابة حالا من جامعة القاهرة. وجيه. جنوب أفريقيا. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إريتريا. سؤال ما كانش سهل. سؤال الأخير واللي هيحدد مين اللي هيكسب الثلاث نقاط بتوع ماتش النهاردة، فاطمة الزهراء اتفضلي يا فاطمة. السؤال الأخير لجامعة القاهرة، تاني بقى. جوكر.
جوكر مفاجأة من العيار التقيل. جامعة القاهرة من حقكم تختاروا موضوع السؤال، تحبوا تتسألوا في ايه؟ قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ 30 طبعا. طبعا. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 99 × 8 على 6 زائد 298 يساوي كام؟ 99 × 8 على 6 زائد 298 يساوي كام؟ عبد الوهاب إجابتك؟ 386. 386 إجابة خاطئة. جامعة النيل عندكم إجابة؟ يوسف 430. هي 430 إجابة صحيحة. جامعة النيل فقالت مفاجأة من العيار التقيل. برافو لجامعة النيل، برافو. اللي عجبني ان انتوا النهارده هادين. جامعة القاهرة ما يتقلقش عليها. جامعة القاهرة كسبت 7 ماتشات في تاريخ المجموعات. أول هزيمة في تاريخ دوري المجموعات لجامعة القاهرة. جامعة القاهرة هارد لك 130 على آخر سؤال. جامعة النيل خطفت 30 نقطة. نحيي كلنا جامعة القاهرة. أفضل لاعب في الماتش النهاردة وجيه سمير ب70 نقطة. لا انتوا فاهمين ان جامعة القاهرة بتطلع ايديها فاضية؟ لا طبعا، لا ما يطلعوش بايديهم فاضية ابدا. هو 70 انا 60. ترتيب المجموعة الثانية بعد ماتش النهاردة: جامعة النيل في الصدارة 6 نقاط من ماتشين، 290 نقطة إجابات صحيحة. جامعة القاهرة 3 نقاط من ماتشين، 290 نقطة إجابات صحيحة. MTI المركز الثالث مفيش نقاط، 100 نقطة إجابات صحيحة. المنوفية مفيش نقاط من ماتش واحد، 90 نقطة إجابات صحيحة. ألف مبروك لجامعة النيل وهاردك لجامعة القاهرة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 310 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 620,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 5,770,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. ألف مبروك لجامعة النيل وهارد لك لجامعة القاهرة. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.